ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم جادس جي في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون ريفيو للعيب. انا بصراحه كنت مستني اللعيب ده من زمان، اللي يكون رايتون كويس وسعره مناسب، بيكلف حوالي 400,000. انا ما صرفتش عليه اي حاجه، كل لعيبه كانت عندي في النادي. انا متفائل جدا بالكارت ده وحاسس انه هيكون كويس. يلا بينا نبص على الكارت. الكارت بيجي 5 سكيل موف، 3 ويك فوت، بيلعب بشمال هاي ميديوم، هو ينفع وينج وينفع مهاجم. بيس هو مقفل البيس، الشوتينج بتاعه الشوت باور مقفله، واللونج شوتس مقفلها، والفينشينج 95، كونسنت 98 كويسه، الاف كي اكيورسي 98، والشورت باسنج واللونج باس 94 و92 كويسين، والكيرف 99 فبرضه ده كويس. الدبلينج يعتبر الدبلينج زون شايفينه كويس، الاجيلتي كويسه، البالانس برضه 92 مش احسن حاجه بس كويسه. كومبوش والدبلينج 92 و 96 كويسين، والفيزيكال كويس ومش وحش بس هو كويس. التريتس بتاعته اخر حاجه فلير، لونج شوت تيكر، اوت سايد فوت شوت، تشيك شوت، تكنيكال دريبل. بسم الله الرحمن الرحيم. روميرو معاه، روميرو كويس، رومينديز، رودريجو، فريقه مش سيء خالص. ماشي، واحده كده بسم الله الرحمن الرحيم بسن كده. ماشي، دخلش قوي. اوف قريبه قوي. طب يلا يا ماتيس بقى، عايزين واحده. اوف 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 اوف، اول شوطه ارتو. لا لا لا، جامده. ايه ده؟ مش عايزين برضو نتسرع، بس الارتو شفتها كانت، شفتوها معايا، جامده جدا. ولا سون واحده ارتو من سن بقى. ماشي ما دخلي. ماشي، لا وصلت ميرية. ايه الشعرة؟ اوف حلوة حلوة جدا. ايه يا سن ده؟ ارتو تانية؟ مكنش معاها، مكنش لازم، مكنش ينفع ارتو. اوف الله يفدي. ده كده من جميلة جدا يا سون، هو ده سون اللي بتكلم عليه، تحفة تحفة يا سون. ايرو ترقيصة حلوة حلوة. سألتش، انا عايز بس اوريكوا حاجه. احنا شايتين 17 شوطه وهو صفر، الواد خرج، الواد انسحب. اعتقد ان هو محتاج حاجه للدريبلينج، يعني مش هو مش محتاج فيزيكال، هو محتاج حاجه للدريبلينج. ممكن نجرب مايسترو بيه نشوف هيبقى احسن ولا لا، يعني نزود الدريبلينج. وادي الفريق اللي بعده، وانا عشان اللي بعده كنت معاه جامد جدا، تشاوميني ونكونكو تيت كرويف جوانو كلوبالي واكي. ماشي وحش قوي. لا لا هو محتاجه فعلا. لا لا هو محتاج الفيزيكال يعني قوي. ادي يا سون. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليها وقت. لازم كان يخش الجون. الجون دخل، يعني جون عبيط قوي. فرصتك يا دي ماري، فرصتك يا دي ماري. اوف 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 اوف. التاني مرة واحد برضو يخرج واكسب الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق اللي بعده
يا دي ماريا تاني. لا 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 لا، بصوا الراجل ده جامد جدا في الار 2. لا لا خارق سوبر. مش كويس. ايوه وحشه قوي دي، بشمالك بيمينك. مش تسلل ويدخل جون. ماشي ممكن تكمل يعني، ممكن تكمل بس انا ايه انت عايز تعرض دي. رد عليك يا حبيب قلبي. اوف هي بيمينه يعني مقدرش مقدرش تلومه. نفسي اعرف ليه ما اديتهاش لهنري. تاني شوطه بجون. يلا بقى يلا دي البيرو، مش هنخسر الماتش ده. طب اقول ايه؟ طب ايه ايه ده؟ ايه ده يا دي ماريا؟ يا سبحان الله سبحانه. وهو ده فريقه مع روميرو وفودن. مش وحش بس انا اخاف اخاف انا اخاف خلاص كده. احسن زي الماتش اللي فات يعني. موجه ايوه كده بقى، ايوه كده ايوه كده يا دي ماريا. حجز عليها بجسمك. حلوة حطها يا ماتيس، حطها حطها. والله انا مش فاهم زي ما كنتش من الاولاني اصلا. حلوة قوي يا ماتيس، جسمك خفيف حلو قوي بصراحة ماتيس. دي ماريا مش عايز الكروس ده، اطلع على الاوفسايد بس. ماشي ما دي عيبه ان هو بينهم شايل الكروسات مش تبقى احسن حاجة. I'm very sorry انا اسف على الجون ده. ايوه بقى ايوه بقى الحمد لله جت حلوه. اوف 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 برجله اليمين كمان. لا 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 رهيب 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 يا دي ماريا. رهيب 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 يا دي ماريا. كويس جدا وبيمينه يعني. هو بيدخل جون جليتشز بس بصراحة دي ماريا كويس. هل يستاهل فلوسه؟ لا يستاهل فلوسه لو عندك لعيبة يستاهل. اي مميزاته؟ خفيف في الارت بتاعته حلوة جدا، فول سكيلز عنده تحفة. لو انت بتعمل سكيل لو انت بتعمل سكيلز كتير تجيب وش يعني. انا ما بلعبش سكيل كتير وعجبني سكيلات. وبالك بقى لو انت بتعمل سكيلات هيجيبها اكتر واكتر بكتير، بس انا ما بلعبش على سكيلز كتير، بلعب سكيلز خفيفة. بالك بقى لو انت بتحب السكيلز واللف لا هيكون معاك رهيب. شوطته بصراحة برضه تحفة، الفينش بتاعه تحفة. ما عدا بيمين. يجي بقى لعيوبه يمينه يعني، هو أو اول عيب فيه يمينه. تاني عيب فيه ضعيف حبه، بس لو انت بتعمل سكيلز هيغنيك عن السكيلز. سرعته مش احسن حاجه يعني، كسرعه مش اسرع حاجه لكن كويس.
يعني للأسف إن في دلوقتي معظم الناس الجامدة تكون 99، بس هو بهوك في الدنيا وأحسن كيمش الصايل ليه. الكارت في الآخر يستاهل فلوسه وكويس وتجربة ممتعة، وأتمنى لو جبته يا جبل. السلام عليكم، ربكم يعجبكم، وشكرا على الفيديو، وشكرا لصحابكم وشراكة يا جماعة، تركيش.